الخبر الاول اللي عدنا عن احمد ابو الرب وصل قناته باليوتيوب لل 3 مليون مشترك، فان شاء الله الف مبروك واقبال 10 مليون يا رب. ولا تنسون طبعا يا حبايب انه تباركوا لي بالكومنتات. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، اول يوتيوبر اللي عدنا هو محمد جواني ومفاجأتين مالوته. فمحمد جواني نزل حسب بالانستغرام هذا البوست واللي كان كاتب بيه جاهزين للفيديو كليب 50 ولا لا حنولعها، وبعد نزل شويه ستوريات. بالبدايه يستهزئ بها بمايا جمال وانس وبيسان. مريم تقول الاساسيه طالعه على هذا الستوري مو مجبوره مثل ما تقول مايا جمال، وبنفس الوقت انا من خلال راح انزل مقطع باكر راتكم هذه الستوريات تشوفوها. حبيبتي شوفوا تليفون مين معي، اول شيء، ثاني شيء ما حدا غصبني احمل تليفونك او صور. اكيد ثالث شيء ادعوا لي بالسلامه انه انا صحيت وبيعرف جواني شو كان بني، بكره بارجيكم الصور. أوكي. بس الحمد لله ومبسوطه كثير انه رجعت اجى لعندي يزورني عم بشق علي، بس كان مشغول هالفتره كثير عشان عن جد انطوشنا والحمد لله ارتحنا. استنوا الفيديو الجديد رح ننزله بعد النهار. ايه وارتحنا هلا الحمد لله، رح نرجع لشغلنا ان شاء الله وكل شيء يرجع مثل قبل واحسن ان شاء الله. كل جاهزين والغنية وهذا الشيء، شو الغنية؟ بتشنن نار غنية نار. مفاجأة كمان انا محضرين لكم نار. اما اليوتيوبر الثاني اللي عندنا فهو مرسال. فمرسال نزل على حسبه بالانستغرام هذا البوست واللي كان كاتب بيه شنو مشاريعكم بعيد الحب. بالنسبه لي مشغول بالفيديو كليب. بنفس الوقت نزل ستوري يقول بيه انه المخرج طارق الباشا لما سوى امبارح هذا المقلب بدخلناه بالسيناريو، لكن راح يرجع الباب الحارب هو. راح احطكم الستوريات تشوفوها. يا جماعه عم يصير باب الحاره والمخرج ما دعاني لهلا، بس وحياتكم راجع لكم بدور مثل رجعت ابو عصام على رجعت باب الحاره، رجعتي هيك راح تكون. الخبر الثالث اللي عدنا عن فضيحة محمد جواني، وهل هو متزوج او لا؟ اللي طلع هذا الاشي هو طارق الباشا لما كان بلايف ويا مايا جمال، وصار يقول انه محمد جواني اساسا متزوج وعنده دليل. راح احطكم باللايف اللقطة تشوفوها. ايش؟ اعطيكي تسريبة رح تنصدموا منها كلياتكم. ايه اعطيني. انه جواني متزوج وعنده ولد ومطلق؟ وموجود الدليل؟ لا. تعرفي هذا الشيء؟ لا، انت حكيت هذا الحكي قدام الناس باللايف يا زلمة. خليتها بكره لفيديو بكره يا زلمه. طبعا بعد ما طارق الباشا سد هذا اللايف رح سالته بالخاص هل الموضوع حقيقي او لا. طبعا طارق الباشا رد علي انه هو ما يقدر حاليا يصرح بهذا الموضوع، ما راح ينزل مقطع ويشرح به الموضوع كامل. وحاليا طارق الباشا نزل مقطع بهذا الخصوص وقال اذا هو المتزوج كان او لا. فهالصور له والمرته انه عنده ولد اسمه يوسف، فاكيد كنا حاليا بنفس الوقت نطلب الابو يوسف انه ينزل مقطع ويشرح لنا عن هذا الموضوع اللي هو حقيقه او اشاعه. وبنفس الوقت طبعا طارق الباشا سوى مقلب جديد مايا جمال وهم سواها مسخره، صار يضحى ويا بيسان اسماعيل. وشوفوا شلون مايا جمال صارت تكفر برب العالمين. راح احطكم رابط الوصف روحوا شوفوه. الخبر الرابع اللي عدنا عن فضيحه مايا جمال انس وبيسان اسماعيل. مايا جمال وانس شايب كانوا يحبون بعض او هاي كذبه؟ من ضمن المكالمات اللي صارت بين طارق الباشا وانس الشايب، طارق الباشا سال انس هل انتم مايا تحبون بعض او لا؟ راح احط لكم لقطه تشوفوها. سؤال انا مالي فهمانه، انا منت كنت عم تسالني شوي عم تقول لي بدك تفهم شغله، انا في شيء مالي فهمانه. هلا مايا مو كانت حبيبتك؟ شو السؤالات؟ ما هو انت من شوي سالتني انا كمان عندي شيء مالي فهمانه. مايا كانت حبيبتك وبعدين صارت مع جواني، شلون جوان شلون بعدين صارت معكم؟ هذا اللي انا ما هلا انا ما بعرفه هذا الموضوع، هو ما بيهمني بس ما فهمت الفكره، شلون قلبت؟ الو ايه عم بحكي معك. سالني شو بدك تسال. بحكي لك مايا كانت حبيبتك بعدين صارت مع جواني بعدين قلبت لعندك، شلون؟ مايا ما كانت حبيبتي، كنا نصور مع بعض وكنت اعزها. طيب ليش فضحتك وبعدين هلا رجعتوا لبعض؟ طلعت فضحتني لانه في شباب ضحكوا عليها. فمثل ما تشوفون انا الشايب ينكر انهم كانوا يحبون بعض، ولكن هذا بالمقلب. ولكن راح احطكم حاليا تسجيل اردكم تسمعون هذا التسجيل، راح تشوفون انه مايا جمال تقول انه هو فعلا كان يحبها وانه خانها ويا بيسان اسماعيل. وبنفس الوقت تقول لما صارت مشكله بين جوان وبيسان انس الشايب ما دخل بالموضوع لان هو اساسا يحب مايا جمال وبعدها يحبها الى الان. راح احط لكم هذا الستوري شوفوا. طب سؤال، ما دام انس بحب بيسان، اسمع هو بحبهاش انا متاكد، هو ما حبش غيري يعني، انا عارفه هذا الشيء. بس سؤال، لما صارت ولعت المشكله بين انس وجواني وبيسان، ليش انس ما تدخل بالمره؟ بايش؟ ليش ما تدخل في المشكله انس، مشكله بيسان وجواني، ليش ما تدخل بالمره؟ والله ما بعرف، انا شكيت انه عشاني. فاكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الموضوع، وليش تتوقعون ان انس شايب كان يرد في الموضوع على طارق الباشا؟ هل تتوقعون ان انس شايب فعلا يحب مايا جمال في هذا المطلع بقصه بيسان وجواني او لا؟ وبس وصلنا لنهايه المقطع من المقطع، اشوفكم طبعا طارق الباشا المقطع ما تنسوه بالوصف. وبس جاكم فيزا مقطع من المقطع خصص، مع السلامه.